تعالى بقى ايه ناخدها واحده واحده معاك. ايه هو المشروع ده؟ هتعمله ايه من البدايه كده؟ خلينا نرجع الاول، احنا ليه اشمعنا المشروع ده وفكرنا فيه دلوقتي؟ اول حاجه، من ليس له تاريخ ليس له حاضر وليس له مستقبل. حلو. الحرف التراثيه موجوده في مصر من الاف السنين، ومصر كانت طول عمرها متميزه جدا بهذه المنتجات لحد الغزو العثماني للدوله المصريه، ولما السلطان سليم خد ابرز الموجودين، السلطان سليم الثاني خد ابرز الحرفيين والصناع المهره، خدهم معاه عشان خاطر يبنوا المكان اللي العالم كله بيروحه دلوقتي. ودي كانت اول نقطه في انحدار مستوى الاهتمام بالحرف التراثيه. على مر التاريخ مصر شاطره قوي 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 في ملف المنتجات اليدويه البسيطه من حيث الدقه في الصناعه وجوده المنتج وتميزه. حلو. فكرة الهوية الموجودة. طب دلوقتي احنا هل بنتكلم على هوية بس؟ لا، ما بنتكلمش على هوية، بنتكلم على اقتصاد. بنتكلم على كيف يمكن ان يسهم الاهتمام بالمنتجات اليدوية والحرف التراثية بتعزيز الحقوق الاقتصادية للفئات الاولى بالرعاية. عندنا مصر النهاردة فيها قطاعات كبيرة موجودة، لو بنتكلم على المحافظات الحدودية ليها النهاردة بصمة لوحدها، بنتكلم على محافظات الصعيد، الكليم اللي موجود النهارده سواء في اخميم، بنتكلم على كفر الشيخ متميزه في نقط معينه، لو بنتكلم على صناعه الحلى اللي موجوده في تجمع النوبه تحت، لو بنتكلم على صناعه الفضه اللي موجوده عندنا هنا في الجماليه، عندنا في نقاط موجوده تتميز في مجموعه معينه من الحرف. للاسف عدم الاهتمام وعدم التركيز على طائفه الصناع، مصر بقت تخسر صنايعيتها. تحولنا من الاهتمام والاستثمار في العنصر البشري الخاص بهذا المنتج، انا اسف، للتحول ناحيه هنقول سواقه التوك توك، او النهارده غيرها من هنقول الاشغال التي ليس لها مستقبل وايضا تساهم في اندثار الهويه المصريه. فالصنايعي اللي بجد سابوا الشغلانه، مش بس كمان في الحرف التراثيه، لكن كمان لو خلينا نتكلم في طائفه المعمار كمان وفئات كبيره النهارده للاسف ثابت الجزء ده وراحت ناحية حاجة تانية هي ملهاش عمر. فكرة الجري ورا الترند للأسف هي دي النهاردة مش أحسن حاجة في الدنيا. فكرة الترند اللي بيودينا في داهية. البلد النهاردة تعالوا يا جماعة نشوف إيه المشروع ونبدأ نرجع كده في التسلسل. السنترالات بتكثف فكلنا نجيب تليفونات ونقف نديها ب 50 قرش. عدينا مرحلة السنترالات تعالى ندخل في البلاي ستيشن، عدينا المرحلة دي في النت كافيه، عدينا الكافيهات، كل شوية نطلع بترند. لكن هنكمل فيه إزاي؟ ما أعتقدش إن إحنا ممكن نكمل لو ما عندناش رؤية. طب ما انا اول حاجه هقولها والله يبقى المسؤول عن ده انه زمان الدوله عمليا ما كانتش بتهتم بهذه الحرف على الاطلاق، ما بتهتمش بالنوع ده من الفنون، انها مش مجرد صناعه عاديه، دي صناعه قايمه على الفن. حلو، حلو قوي الكلام ده. جه رئيس الجمهوريه يوم الخميس او الاربعاء الماضي عقد اجتماع مع الوزيره نيفين القباج وزيره التضامن الاجتماعي، وجه بضروره العمل وتوحيد الجهود على ملف تعزيز الحرف التراثية والمنتجات اليدوية باعتباره أحد نقاط القوة ومكامن القوة الموجودة في الاقتصاد المصري. حلو. حيث أن الاهتمام بهذه الفئة سيسهم في تعزيز مستوى الحياة الاقتصادية للفئات الأولى بالرعاية ونقلهم من خانة انتظار الإعانة أو الدعم الشهري لفئة المساهمة في التنمية الاقتصادية. أيضا سيساهم في إرساء مفاهيم الثقافة والهوية الوطنية لدى هذه الفئة. فدي نقطة مهمة جدا، وتبدأ كمان أنك تتحرك في هذا الإطار وتطلع بره كمان فكرة الأسواق الدولية، وده يكون أحد مصادر الدخل القومي ليس فقط النهاردة لهذه الفئات ولكن أيضا للدولة المصرية. على فكرة احنا بضاعتنا حلوة قوي بره، بضاعتنا كمان لما بتطلع المعارض سعرها حلو. على فكرة أنت ممكن تقدر تكسب من انخفاض القيمة الشرائية للجنيه المصري في مقابل العملات الأجنبية، لأنك لما أي النهاردة حد بيعمل كومبير بره ممكن يشتري السلعة دي بكام، هيلاقي إن أنت كسبان سعر، خامة، جودة، تاريخ. واللي بالنسبة لي سعر مقابل جودة أنا طبعاً كسبان. طبعا المعارض التراثية اللي بنتفرج عليها، وعلى فكرة مصر برضو هنستغل فكرة الترند، لأن أنا برضو إحنا ممكن تكسب من كل حاجة موجودة. البازارات اللي بدأت تنتشر دلوقتي في مجموعة من التجمعات، وفئات كتيرة بدأت تهتم النهاردة، مجموعة سيدات
حتى من مش هنقول القاطنين في اماكن تراثيه او اماكن من الفئات الاولى بالرعايه، ايضا سيدات المجتمع الراقي سكان الكومباوندات على فكره بداوا يشتغلوا على هذا الموضوع، لان السيده من دول بدات انها تعالوا نعمل بازار ويبدا النهارده ناخد نادي او ناخد مكان النهارده اوبن اير ونعمل الجو ده ونأجر ترابيزات ونبدا نشتغل. طب ما الدنيا هي متهيئه، الموضوع جميل، طب ما تيجي نستغل حاجه اكتر، منصات التواصل الاجتماعي ازاي نقدر نروج لهذه الفئه. كان عندنا مشروع زمان كان موجود اكيد الكل فاكره، فكره الاسر المنتجه. المشروع ده كان مشروع مهم جدا والوزاره كانت بتشتغل عليه والحكومه المصريه كانت كيف يمكن الاستثمار في مجموعه من الاسر انها تنتج منتجات بسيطه زي المكرميه والكروشيه، وكان عندنا معارض موجوده في المحافظات، ولكن زي اي حاجه في البلد التوجه الحكومي والبيروقراطيه هذه الاماكن اندثرت. ليه؟ لان مفيش تطوير. اي حاجه مفيش تطوير بتفضل زي ما هي، طالما الكيرف مش طالع فوق هينزل لتحت. اتعلمنا في التحالف الوطني للعمل الاهلي التنموي توحيد الجهود. احنا بقينا ازاي تحالف لما اتجمعنا ال 34 كيان اللي موجودين تحت المظله، كل واحد فينا عنده لوجو وعنده خبره وعنده مؤسسه وعنده فلوس وعنده مكان من قوه، بس احنا لوحدنا. لما نتجمع مع بعض هنعمل حاجه ميجا بروجكت كبير، وده اللي احنا اتعلمناه جوه، ان انت ازاي بتوحيد الجهود هتقدر تعزز من مراكز القوه بتاعتك، وتقدر كمان بقاعده البيانات الموجوده عند المؤسسات المختلفه توصل للفئات التي تستحق بجد انك سواء انك تقدم لها دعم او تستثمر فيها. طيب وده اللي هنشتغل عليه.